مشاهدينا أسعدتم مساء. تتأثر المملكة بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة من أصل قطبي، يستمر تأثيرها على المملكة حتى مساء يوم الجمعة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. وعلى صور الأقمار الصناعية لهذا المساء نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم تغطي شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية أيضا. مثل هذه الغيوم أدت إلى هطول زخات متفرقة من المطر، وأيضا أمطار ممزوجة بالثلوج، وأيضا زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية. مثل هذه الغيوم هي الغيوم المصاحبة للمنخفض الجوي والكتل الهوائية الباردة اللي من أصل قطبي، سيستمر تأثيرها ووجودها في أجواء المملكة حتى مساء يوم الجمعة. لذلك تبقى الأجواء باردة وغائمة وماطرة، أمطار ممزوجة بالثلوج وأيضا زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية. أما مناطق الهطول فنلاحظ أنه مساء هذا اليوم الخميس والليلة ستشمل الهطولات المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وبعض الأجزاء الجنوبية. تشتد الهطولات أيضا صباح يوم الجمعة وحتى ظهر يوم الجمعة تقريبا، ومساء يوم الجمعة تبقى فرصة الهطول موجودة لكن تضعف تدريجيا ليلة الجمعة على السبت. أيضا بنلاحظ على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة، بنلاحظ أن الكتلة الهوائية الباردة من أصل قطبي تسيطر على المملكة وأجزاء كبيرة من منطقة حوض شرق البحر المتوسط، وهي التي تؤدي إلى الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وإلى تساقط الأمطار الممزوجة بالثلوج وبعض زخات أيضا من الثلج. مثل هذه الكتلة ستستمر حتى مساء يوم الجمعة وصباح يوم السبت، لكن يوم السبت إن شاء الله تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيا ودرجات الحرارة إلى الارتفاع. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء باردة شديدة البرودة غائمة ماطرة، الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وأيضا تساقط أمطار ممزوجة بالثلوج، وأيضا هناك أيضا فرص تساقط زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية، وأيضا الرطوبة النسبية مرتفعة حوالي 100%. لذلك نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يوم غد الجمعة استمرار الأجواء شديدة البرودة والأجواء الغائمة والماطرة، والأمطار تكون ممزوجة بالثلوج أحيانا، وأيضا هناك فرصة لسقوط زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية. الأمطار في فترة ما قبل الظهر وما بعد الظهر بقليل قد تكون غزيرة أحيانا، مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان السيول خاصة في الأودية والأماكن المنخفضة. العظمى المتوقع يوم الجمعة 7، لكن مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة للسبت تتناقص الغيوم وتضعف فرصة الهطول تدريجيا، وتكون الأجواء شديدة البرودة والصغرى بحدود 3 إلى 4 درجات. أيضا يخشى من حدوث السقية والانجماد خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية العالية والبادية والسهول الشرقية. يوم السبت إن شاء الله استقرار على الأجواء وبداية لارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة، لكن تبقى درجات الحرارة يومي السبت والأحد أقل من معدل معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، أنه في مثل هذا الوقت من السنة معدل العظمى هو 17 درجة مئوي ومعدل الصغرى بحدود 7 إلى 8 درجات. يوم السبت إن شاء الله الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، باردة نسبيا في النهار، العظمى 11، باردة في الليل والصغرى 5. يوم الأحد ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، والأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، والعظمى بتكون ما بين 12 إلى 13 درجة مئوي،
أقل من المعدل، لكن أيضا بالليل بتكون الأجواء باردة والصغرى بحدود 6 درجات مئوي، لكن إن شاء الله الاثنين والثلاثاء توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن المختلفة من المملكة. المناطق الشمالية أجواء باردة غائمة ماطرة، أيضا هناك تساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية، وأيضا الأمطار تكون مصحوبة أو ممزوجة بالثلوج أحيانا. إربد العظمى 11 والصغرى 7، عجلون العظمى 10 والصغرى 6، جرش العظمى 10 والصغرى 6، المفرق 10 والصغرى 3 درجات مئوية. المنطقة الوسطى عمان والبلقاء ومأدبة أيضا أجواء شديدة البرودة وغائمة وباردة وماطرة، الأمطار تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى، وزي ما حكينا تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه، وأيضا نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم ملامسة لسطح الأرض. البلقاء 9-5، مأدبة 9-4، عمان 7-4، البحر الميت 19-12، والزرقاء 10-5 درجات مئوية. المناطق الجنوبية أيضا أجواء باردة غائمة جزئيا إلى غائمة، وأيضا تتساقط الثلوج على مرتفعات الشراع ومرتفعات الطفيلة والقادسية أيضا، ودرجات الحرارة متدنية، الكرك 8-3، الطفيلة 7-3، الشراع 6-1، العقبة 20-13، ومعان 10-3 درجات مئوية. المناطق الشرقية أيضا أجواء باردة أبرد من المعتاد وغائمة وماطرة، في الصفاء الأزرق 12-4، الصفاء 11-2، والرويشد 13-2 درجة مئوية. نتمنى للجميع السلامة، ونرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، من غزارة الأمطار والهطولات، أيضا من خطر الانزلاق بسبب تساقط الثلوج والأمطار الممزوجة بالثلوج، وأيضا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة، ولكم تحية طيبة مني ومن طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.